من الاهلي نروح لنادي الزمالك، وكشف احمد ابراهيم مدير شؤون اللاعبين بنادي الزمالك عن وصول ليفار رزاق سيسي مهاجم الفريق الاول لكره القدم من نادي للقاهره. هيبقى صباح اليوم هيصل قادما من بلاده، ومن قرر ان يخضع سيسي لفحوصات طبيه تحت اشراف دكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي للفريق خلال الساعات اللي جايه للوقوف على حالته بعد خضوعه لعمليه جراحيه في الركبه في الفتره الاخيره. كان الزمالك قام بقيد سيسي في قائمة الفريق المحلية استعدادا للموسم الجديد بعد انتهاء اعارته لنادي الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الماضي. كمان لسه في اخبار نادي الزمالك، وفي تقارير صحفية سعودية كشفت عن مصير حمدي النجاز المحترف التونسي في صفوف نادي الزمالك بعد ايقاف نادي الزمالك زي ما عارفين عن القيد. وقالت صحيفة عكاظ السعودية ان اهلي جدة السعودي انهى خلاص اتفاقه مع النقاز لتمثيل فريقه خلال الفترة المقبلة مدة سنة على سبيل اعارة من نادي الزمالك، وبيتبقى فقط حصوله على تأشيرة الدخول الى السعودية والانتظام في تدريبات الفريق. طبعا حمدي النجاز بنسبة كبيرة خلاص هيكون موجود في السعودية في المرحلة القادمة.